مرحبا اهلا وسهلا بكم السلام عليكم Welcome back to Arabic vocabulary in use on my channel It's me Veysel Özel In today's lesson we'll explore the phrase Is it difficult to هل من هيا Is it difficult to make a decision هل من الصعب اتخاذ القرار هل من الصعب اتخاذ القرار هل من الصعب اتخاذ القرار Is it difficult to prove the theory هل من الصعب اثبات النظريه هل من الصعب اثبات النظريه هل من الصعب اثبات النظريه؟ Is it difficult to manage the crisis? هل من الصعب اداره الازمه؟ هل من الصعب اداره الازمه؟ هل من الصعب اداره الازمه؟ Is it difficult to discover the truth? هل من الصعب اكتشاف الحقيقه هل من الصعب اكتشاف الحقيقه هل من الصعب اكتشاف الحقيقه Is it difficult to build a house هل من الصعب بناء منزل هل من الصعب بناء منزل هل من الصعب بناء منزل؟ Is it difficult to manage finances? هل من الصعب إدارة الأموال؟ هل من الصعب إدارة الأموال؟ هل من الصعب إدارة الأموال؟ Is it difficult to learn the German language? هل من الصعب تعلم اللغه الالمانيه هل من الصعب تعلم اللغه الالمانيه هل من الصعب تعلم اللغه الالمانيه Is it difficult to manage the company هل من الصعب اداره الشركه هل من الصعب اداره الشركه هل من الصعب اداره الشركه Is it difficult to pass this exam هل من الصعب اجتياز هذا الامتحان هل من الصعب اجتياز هذا الامتحان هل من الصعب اجتياز هذا, هذا الامتحان Is it difficult to manage the team هل من الصعب اداره الفريق هل من الصعب اداره الفريق هل من الصعب اداره الفريق Is it difficult to repair the TV هل من الصعب اصلاح التلفاز هل من الصعب اصلاح التلفاز هل من الصعب اصلاح التلفاز؟ Is it difficult to get this job? هل من الصعب الحصول على هذه الوظيفه؟ هل من الصعب الحصول على هذه الوظيفه؟ هل من الصعب الحصول على هذه الوظيفه؟ Is it difficult to manage the project? هل من الصعب اداره المشروع هل من الصعب اداره المشروع هل من الصعب اداره المشروع Is it difficult to repair the door هل من الصعب اصلاح الباب هل من الصعب اصلاح الباب هل من الصعب اصلاح الباب؟ Is it difficult to reach this level? هل من الصعب بلوغ هذا المستوى؟ هل من الصعب بلوغ هذا المستوى؟ هل من الصعب بلوغ هذا المستوى؟ Is it difficult to manage business? هل من الصعب اداره الاعمال هل من الصعب اداره الاعمال هل من الصعب اداره الاعمال Is it difficult to believe what she said هل من الصعب تصديق ما قالته هل من الصعب تصديق ما قالته هل من الصعب تصديق ما قالته Is it difficult to manage time? هل من الصعب اداره الوقت هل من الصعب اداره الوقت هل من الصعب إدارة, اداره الوقت Is it difficult to please everyone هل من الصعب إرضاء الجميع؟ هل من الصعب إرضاء الجميع؟ هل من الصعب إرضاء الجميع؟ Is it difficult to rent a car? هل من الصعب استئجار السيارة؟ هل من الصعب استئجار السيارة؟ هل من الصعب استئجار السياره؟ Is it difficult to repair the car? هل من الصعب اصلاح السياره؟ هل من الصعب اصلاح السياره؟ هل من الصعب اصلاح السياره؟, هل من الصعب إصلاح السيارة؟ Is it difficult to prepare food? هل من الصعب تحضير الطعام هل من الصعب تحضير الطعام هل من الصعب تحضير الطعام Is it difficult to repair the bicycle هل من الصعب اصلاح الدراجة هل من الصعب اصلاح الدراجة هل من الصعب اصلاح الدراجة؟ Is it difficult to wake up early? هل من الصعب الاستيقاظ مبكرا؟ هل من الصعب الاستيقاظ مبكرا؟ هل من الصعب الاستيقاظ مبكرا؟ Is it difficult to get out of the crisis? هل من الصعب الخروج من الازمه هل من الصعب الخروج من الازمه هل من الصعب الخروج من الازمه Is it difficult to swim in the sea هل من الصعب السباحه في البحر هل من الصعب السباحه في البحر هل من الصعب السباحة في البحر؟ Is it difficult to travel by bus? هل من الصعب السفر بالحافلة؟ هل من الصعب السفر بالحافلة؟ هل من الصعب السفر بالحافلة؟ I hope you found this lesson beneficial. And will use the new phrase in your daily conversations to enhance your Arabic skills. Thank you for joining us. Don't forget to subscribe for more lessons. Let's keep learning together. Goodbye. Ma salama. See you soon. Ila liqa. God bless you. Fi amanillah. Peace be upon you. Assalamu alaykum.